بسم الله الرحمن الرحيم. نخش في الجزء اللي عليه الدور، وهو المفروض ان احنا نعرف حاجه اسمها متغيرات عموميه ومتغيرات محليه. لكن انا عشان افهم الموضوع ده، او عشان اعرف اديكم مثال عليه والمثال يكون واضح وتستوعب الموضوع كويس، لازم يعني نكون عارفين حاجه اسمها الدوال الفرعي. وبالتالي فانا يعني هلغي الموضوع ده دلوقتي حاليا، بحيث ان احنا ايه ما ندرس الدوال الفرعيه، او ما نشرح الدوال الفرعيه ناخد عليها مثال نستوعب بيه الموضوع. نيجي نخش بعد كده على حاجه اسمها الكونستانتس او الثوابت. احنا في بعض الحالات بنحتاج مثلا نستخدم بعض الثوابت زي الباي، واللي هي 22 على 7، او ثوابت تانية وغيرها. طب ازاي بقى اعرف ثابت في البرنامج؟ قال لك انت اولا يعني بسهوله تستخدم قيمه الثابت نفسها على طول بدل ما تعرف ثابت. بمعنى عايز اعمل برنامج مثلا بيطبع مساحه الدايره، برنامج بيطبع مساحه الدايره اعمله ازاي؟ سهله، تعالوا كده نعمل البرنامج. مساحة الدايرة يعني أنا محتاج أعرف متغير اسمه ار عشان أحط فيه نصف القطر، وليكن نصف القطر مثلا ب10، وعايز عايز أحسب أطبع مساحة الدايرة، أقول له سي أوت مساحة الدايرة اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن ط نق تربيع، اللي هي عبارة عن ط نق تربيع، يعني إيه؟ يعني الباي مضروبة في الار تربيع. الباي بقى اللي هي قيمتها كام؟ اللي هي 3.14 مضروبة في الار تربيع، يعني في ار مضروبة في ار. فالكلام ده يطبع لك ايه؟ يطبع لك الحاصل الكلام ده اللي هو 3.14 مضروبه في الار مضروبه في الار. طب تعالوا كده نعمل بيلد نشوف هيدينا ايرور ولا لا. مفيش ايرور، نقول له اكسكيوت، فطبع لي على الشاشه القيمه 314. فعلا القيمه 314. ليه؟ لان الار ب10، 10 في 10 ب100 مضروبه في 3.14 اللي هي 314. طبعا هعمل سلاش ان عشان خاطر ما بحبش اشوف كلمه بريس اني كي دي. فنعمل اكسكيوت كده. طيب هنفترض مثلا ان القيمه 3.14 ديت هي مش دي القيمه الحقيقيه بتاعتي، ده انا عايز القيمه اللي هي بدقه عاليه، اللي هي القيمه اللي عامله كده مثلا، مش فاكر هي بالظبط قد ايه يعني، بس انا بفترض ان هي اصلا المفروض قيمه كبيره، انا قربتها ل 3.14، فانا هاجي اكتب الثابت الكبير ده جوه البرنامج. طب اقدر انا عايز استخدمه كمان شويه، هقعد بقى اخد اكون حافظ الثابت عشان اقعد اكتبه كمان شويه في حساب مثلا مساحه حاجه او محيط حاجه كمان. طب ما انا اعمل حاجه حلوه، اكتبه مره واحده هنا فوق واسميه اسم واستخدم الاسم ده على طول. مثلا اقول له هاش ديفاين. ديفاين يعني ايه؟ يعني تعريف. فاعرف، اقول له عرف الباي ان هو ب 3.14 مش عارف كام. خلاص؟ فاصبح دلوقتي الكومبايلر عرف ان الباي يقدر يشيلها ويحط القيمه بتاعتها. وبالتالي انت بدل ما تستخدم القيمه الكبيره دي هتقول له لا ده انا عايز استخدم الحاجه المتغير اللي اسمه ايه؟ عايز استخدم الثابت اللي اسمه باي. طب انت مثلا طلعت على دماغك فكره وعايز تغير الباي دي، عايز تغير فيها قيمه، وطبعا انت مستخدم برضو تحت كده سي اوت باي، مستخدم باي كمان مره وكمان مره وكمان مره وهكذا. فلو انت عايز تعمل تعديل هتعمله فوق بس، تعمل التعديل ده فوق بس كده اهو، والتعديل هيسمع فين؟ هيسمع تحت في بقيه البرنامج. لكن لو انت كنت كاتب القيمه هنا وكاتب القيمه هنا وكاتب القيمه هنا وكاتبها كمان هنا، يبقى انت لو عايز تعدل فيها لازم تروح تعدل في كل الاماكن اللي هي موجوده فيها. لكن دلوقتي هعدل فوق والتعديل هيجي تحت على طول. طيب باستخدام ايه؟ باستخدام حاجه اسمها هاش ديفاين. هاش ديفاين اللي هو اسمه توجيه التعريف، ان انا بعرف اسم معين او ثابت معين بقيمه معينه. ايه اللي بيحصل؟ اول ما بتعمل كومبايل كده المعالج بيقوم جاي رايح شايل كل باي جوه الداله الرئيسيه او جوه الدوال ويحط القيمه بتاعتها اللي هي 3.14 على طول. فده كده اللي هو بالايه؟ استخدام الثوابت. طبعا في طريقه ثانيه لاستخدام الثوابت، ان انا بعمل ايه؟ بقول له بستخدم حاجه اسمها كونستانت، ان انا اقول له كونستانت دبل بي اي بتساوي كذا، يعني عرف لي ثابت نوعه دبل واسمه بي اي وقيمته كذا. طيب ناخد بس ملحوظه بسيطه، ان انا ممكن لو انا جيت كتبت كده باي اي زائد واحد، يعني ايه؟ يعني بص قبل خد البي اي ديت اللي هو الثابت اللي هو 3.14 وزود عليه واحد. تعالى نعمل كومبايل كده، بيلد كده، مفيش مشكلة. نعمل اكسكيوت 414، مفيش مشكلة. زود عليه واحد وشغل ومفيش أي مشكلة خالص. فأنت لو عايز تزود عليه قيمة مفيش مشكلة برضه، أنت تزود عليه إيه؟ قيمة. طب ده كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمتغير. طب ينفع أجيب البي أي ده وأقول له حط فيه القيمة 3.14 زائد واحد، يعني خد القيمة 3.14 زود عليها واحد. تعالى نعمل كده بيلد. قال لك ايرور. ايرور ليه؟ الباي ده ثابت. ثابت يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لي انا هزود عليه هزوده بقيمه. طب ما انت يا باشمهندس قلت لي زود، انا زودته هنا بقيمه. لا انا ما زودتوش هنا، انا هنا خد بالك هنا بقول له ايه؟ بقول له حط في البي اي قيمه، يعني هعدل في البي اي. لكن هنا بقول له ايه؟ بقول له خد البي اي اللي هي 3.14 وبالاضافه للواحد، يعني ضيف واحد
واضرب الناتج بتاع الاضافه ده فين هنا. لكن ده ايه؟ بقول له ضيف على 3.14% 1 وخصص القيمه الناتجه دي تخصصها في البي اي. لا التخصيص ما ينفعش بقى، ما ينفعش احط في البي اي قيمه في المين. ليه؟ لان البي اي دي ثابته ما ينفعش اغير فيها. انا هنا زودت عليها، مش خصصت في البي اي. يعني الكلام الزياده دوت ملوش لازمه كتير، بس الناس اللي يعني اللي عايزه تفهم برمجه تكون عارفه الموضوع ده. والطريقه الثانيه ان انا بقول له كلمه كونستانت وبعدين النوع المتغير وبعدين اسم المتغير والقيمه اللي موجوده عندي، وبكده خلصنا ايه الكونستانت او الثوابت. يعني في الفيديو اللي جاي نخش على المؤثرات الحسابيه او العمليات المعالجه كلها ونحاول نخلصها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.